بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النوع 59 جودي بنزاون ويمن جركاني علوم حديث المبهمات. المبهمات أي معرفة من أبهم ذكره في المتن أو الإسناد من الرجال والنساء. أو ناوانيكا بمبهمها تنوات الذكر نكرا والناوك النهين راوة، مثلا عن رجل عن امرأة أن رجلا قال هل اسم شيء غامض مبهم هذه أو أيش فنك الفنون. علماء هاتون كتابي عن لساري داناوة صنف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري، كتابك مهم داناوة لسر أم فنة ناوي كتابك الغوامض والمبهمات. الغوامض والمبهمات. ثم الخطيب، خطيب بغداد كتابي داناوة بناوي الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. ثم الخطيب فذكر في كتابه 171 حديثا، ورتب كتابه على الحروف في الشخص المبهم. ففي شخص مبهمك ترتيبي كدوة، وفي تحصيل الفائدة منه عسر. تسودي شهاتيا سودي شألة أو تويتيانيها، فإن العارف باسم المبهم لا يحتاج إلى الكشف عنه، والجاهل به لا يدري مظنته. كابرا خوي بخوي أزانت أو سكية تسفاديك زياتر ناكات، أول شيء كجاهلة يعني نازلت شون بكادي بينت شيء استفاده شيء ليه كاد أجر ناوي شخصك بزانت. طبعا أم قولك هنية مقبول نية حقا، يعني هنديك جار بفي شخصك للسنة ذكا هاتوا فوائدي خو قولي قبضي تيادر الكبير. ثم غيرهما كأبي القاسم بن بشكوال، وهو أكبر كتاب في هذا النوع وأنفسه. كم مجلدة؟ 2 مجلدة. أو ابن بشكوال وابزم أيش من هي 2 مجلدة لأن أكتب رجال كان هي ابن بشكوال هو أكبر كتاب في هذا النوع وأنفسه. جمع فيه 321 حديثا، لكنه غير مرتب. وكأبي الفضل ابن طاهر، لكنه جمع فيه ما ليس من شرط المبهمات. بل حرم كتبانا ذكر شوار كتبي كدوى لم علم. قال المصنف لم فنة، قال المصنف وقد اختصرت أنا كتاب الخطيب وهذبته ورتبته ترتيبا حسنا على الحروف في راوي الحديث، وهو أسهل للكشف، وضممت إليه نفائس أخرى زيادة عليه. يعني نووي أو خطيبي اختصار كدو تهذيب كدو زيادة إلى سيدة ناوة، ومع ذلك فالكشف منه قد يصعب. إن لقل أوش ده هر زور آسان نية، لأنك ناوي صحابيك نهت ولعدم استحضار اسم الصحابي ذلك الحديث، وقد فاته أيضا الجم الغفير شاندينشتي مبهماتي لدى السوى. فجمع الشيخ ولي الدين العراقي في ذلك كتابا سماه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. عراقي كتابي كده ناوى، جمع فيه كتاب الخطيب وابن بشكوال والمصنف هرسي كتابي كوكلتو مع زيادات أخر، ورتبه على الأبواب جلس الأبواب جدي ناوى، وهو أحسن ما صنف في هذا النوع.
يعني لا مبهمات، طبعا مبهمات مطلقا. كتاب ايش مبهمات ما هي لسر البخاري وابن الملقن شوية تمشان تندم بوي عادة ألف سري خم دامنا قوتا جاء ويك باس من كتائرة باس من كت أولا مطلق كتابي حديث ورجال وأسانيد وأنا فاشنا فرمي ومن الناس من أفرد مبهمات كتاب مخصوص عندك العلماء شيئا كدوا ومن الناس يعني من العلماء مبهمات كتاب مخصوص يعني هر كتاب مثلا بخاري مبهم كاني كوكنا كشيخ الإسلامي في مقدمة شرح البخاري ومن لا هدي الساري حافظ ابن حجر شي كدوا مبهم كاني باس كدوا عقد فيها فصلا لمبهمات البخاري استوعب ما وقع فيه حد شيك مبهمات بخاري هيا لنا صحيح بخاري حافظ ابن حجر هنا بيتي أمش كتابك الإفهام لما في البخاري من الإبهام شيخ الإسلام البلقيني الإفهام يك مجلدة لما في البخاري من الإبهام يحتوي على بيان الأسماء المبهمة الواردة في صحيح البخاري تبيه جرينجا زور وين مبهم مكاني هنا و ففي أبواب مكانيش وفي أبواب بخاري تبيه مستقل يعني. قال الشيخ ولي الدين ومن فوائد تبيين الأسماء المبهمة ايش لو فائداني تحقيق الشيء على ما هو عليه يعني تجاري وهي عليك لسندك لمتنك سأل رجل رسول الله يعني حزك بزيم كابلاي كشيء مثلا بقول من أجل زانيت فلان كسا بودري كوي صالي شن في السياري كدبو هر بس بزانيت فلان كسا بفي اوي كوا فلان كس فلان كاد مسلمان بوا او حكما بو ناسخ ومنسوخ لو هو درقا بو ناسخ ومنسوخ درقا بو تعارض بو نمنا درقا بو شتي زور اكريتوا. ومن فوائد تبيين الاسماء المبهمة تحقيق الشيء على ما هو عليه او اخوي هجال اشتكو بخوي بزانيت اما النفس دائما حزل مشتاقة لا حقيقة شت يبقى فان النفس متشوقة اليه وان يكون في الحديث منقبة له يعني حديثي كباس كلاوة بمنقبيش بمبهمة كتياية فيستفاد بمعرفته فضيلته لو انا يبو او كبزاني او كسيك او اشتب شتيتيا باس كلاوة او ببيت فضلك بصاحبي مبهمة يعني وأن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابة إن لو أنا مبهم برسالي شكل برسالك جيجي قماني خراب به تهل خطب الله بخوا وابزان أو برسال كرع عثمان علي فلان كس فلان كس لصحابة شنك أوان ليغون ليغون يعني الله إلا نفس إنسان ولا لظنيا وشتانها هي لواني جمان بو صحابيك يشاك ببا والله ما قر بيد وزي تواب جمان بو شاك كان نابيد جمان بو كسرك بي كأخوي مستحقي أو شتيك جماني بو بي فيحصل بتعينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابة خصوصا إذا كان ذلك من المنافقين تابد أقر زبود درك ودو الشخص السائليك يقبول منافقين مثلا إيك لوانا بو ك تصريحا لمنافقين يان لا نشبه كوا حذيفة ناسي يعني يان لا مسلمانان واتهام هب ولا سانك منافقا وأن يكون سائلا عن حكم عرضه حديث آخر يان بوا زانيت كأو سالي درباريش تكدوا حديثي كتر هيا لسري كدجيتي فيستفاد بمعرفته كزانيت أو كتا زاني ناسخ منسوخ هل هو ناسخ أو منسوخ إن عرف زمن إسلامه بواء زاني كي مسلمان بو أجزاني أما ناسخ منسوخ كان كامية وإن كان المبهم في الإسناد
أي أجر مبهم كان لإسناد داب ولا متن دانبو، فمعرفته يعني رجلا مبهم كان لناو إسناد داب ونق رجلا مبهم كان لناو متن به، وإن كان المبهم في الإسناد فمعرفته تفيد ثقته أو ضعف. أنتو الزاني جاء زاني الثقة، والله ما قلنا زاني نزل الثقية ينضاف ليحكم الحديث بالصحة أو غيرها. وفوائد تدشي زورة، ويعرف المبهم كاويس قولك الله، فإن العارف باسم المبهم لا يحتاج إلى الكشف عنه، والجاهل به لا يدري مظنته وانية. إنسان حصرني لعارفي عارفي مطلق ولا جاهلي مطلق، لو بين طبقات خلق زورة، كجهلي النسبي هيا و متبعها ودرجات علمها. بالحر، ويعرف المبهم بوروده مسمى في بعض الروايات بهوي أويك لطرق دا الروايات تلدا أدوزريتوا، وذلك واضح. وبتنصيص أهل السير على كثير منه، يعني أهل السيراء يعني قراون ناوي أو شخصانان هنا وقرنشان بوبابة تداوى. وربما استدل بورود حديث آخر أسند فيه لمعين ما أسند لذلك الراوي المبهم في ذلك، ما أسند لذلك الراوي المبهم في ذلك. حديث كثير هنا سلك يعني ناوي شخصك هاتو بو أتواني مبهمك بدو زيتوا با طريقك همان طريقيش بحديثك همان حديثيش نبيل. قال العراقي، وفيه نظر لجواز وقوع تلك الواقعة لاثنين. طالما الله أما يعني مش سيم أجر حديثك همان شد نبي، همان شد نبي، همان طريق، همان حديث نبي. لا من نظرتها لو أنا أو شتيك إسناد كلاوة الله الشخصي كسي كتريش همان شتي ولا إسناد كلاوة، يعني بسر أو داوش تروي دابي يا أو برسالة أو كتبت إلى پیغمبر صلى الله عليه وسلم احتمال كسي كتريش كتبتي. فالحال سيمشتين الله فيه نظر. وهو أقسام المبهم، أقسام المبهمات أقسام. الأول وهو أبهمها لهمي نارونتل، رجل أو امرأة أو رجلان أو امرأتان أو رجال أو نساء، أو هذا السياق ده على السند ومتن ده يا هيك اللوانة، هذا أمانة أبهم. كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، استمع أن رجلا زرنا رونا بلا هو الأقرع بن حابس لطرق الدهات، وابن عقال قاله الخطيب، واقتصر عليه المصنف في كتاب المبهمات، وكذا سمي في مسند أحمد وغيره. قلت أنها هنا و لم يسند إمام أحمد هاتو بناو، وقيل هو سراقة بن مالك عند العلماء وتيانا سراقة كذا في حديث سفيان من رواية ابن المقر، وقيل عكاشة ابن محصن قاله ابن السكن. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس الحديثة، قال خطيبه هو أبو إسرائيل قيصر العامري مش نمونيك ترى. قال عبد الغني ليس في الصحابة رضي الله عنه من يشاركه في اسمه وكنيته، ولا يعرف إلا في هذا الحديث قيصر العامري يعني أبو إسرائيل. ومن ذلك في الإسناد مبهم لإسناد ما رواه أبو داود من طريق حجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة المؤمن غر كريم، يحتمل أن هذا الرجل يحيى بن أبي كثير، فقد رواه أبو داود والترمذي من حديث بشر بن رافع عنه عن يعني عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. طريق تلوهاتوا بوي بموا زاني من كأم شيخ حجاج كيا يحيى بن أبي كثير. وحديث السائلة عن غسل الحيض أو أفتيك برسالك بذلك الباري غسل عن غسل الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من مسك فتطهري بها الحديثة، قطعة من قطن فرصة
رواه الشيخان من حديث من رواية منصور بن صفي عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فذكره. سوف ارسال كاركية هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري قاله الخطيب وغيره. وفي رواية لمسلم هذا من حديث أسماء بنت شكل بفتح المعجمة والكاف وقيل بسكون الكاف شكل يعني. قال المصنف في مبهماته فيحتمل أن تكون القصة جرت للمرأتين في مجلس أو مجلسين يعني احتمال أما هل ليك مجلس بودو أفرد بسان كذبت ساري وهايا لمجلس هيك باسر كذي هيك بسار هيك تيجي بسار هيك همام بسار بهادو شندي يعني دو مجلس دو جار بيوت من لا فنوني حديث حق فني كتير زياد بكذي في بوت شيء تعدد الحادثة يعني إيش بقول برق نار حتى عندك أحاديث هيا يعني اضطرابات زورة يعني أجتوا دركت بود كتعدد الحادثة أو كاتا أحكام مكان أسان تربي غريك كتابت أنا أكدو كتابة لنا أوراس بس تعدد الحادثة أكاد أو دوانا أو دوانا فاليكا مجلد كان إشي كان تعدد الحادثة وانيا أو دوانا دسد هاملي تعدد بيت يرو لم نش تعدد الحادثة هي مجلدين لم لا تد لم لا تلي يعني أو فنز فنز زور مهمة تعدد الحادثة موضوع كتابك دون من هي لسر موضوعة أما تعدد الروايات تعدد الروايات وأثره في الحكم على الحديث أما بهالحال قيدني يعني المهم متم حديث البخاري عن عائشة أيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام يعني في غبر إخوة صلى الله عليه وسلم برسالك دعي أعيكات الجورة وأفرتك مني وثيتي عائشة وثيتي مكشية أم أفرتها أبي شتيتي أما فلانة كسا فلانة ناوكيني هنا لا رأيك ناوكيني هنا ناخبت أوها شو نجرك أوها عبادتك أمانا عندك لم ملحي كدوة أمام ما بزبو تعدد الحادثة في روايات الحديث النبوي إذا أعمل شن كتابك بس الأمينة لكاتك في جيلنا راحة بن تعدد الحادثة ضابطي شيا شون تعدد الحادثة تيجي قصة شيا رواية راوي قصة كامية يعني بريك مباحثي خوشياتي تعدد الحديث في روايات الحديث النبوي تأليف الدكتور حمزة محمد وسيم البكري شرطني أهرم كتابة المهم من ما بسم أصلي فنك يعني ضابطي فنك ضابط بكري باشا. قال الخطيب هي الحولاء سواء فتيك قالت قلت فلانة هي الحولاء بنت تويت متى ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزة وذلك مصرح به عند مسلم كما شاء الله لا يمسلمنا وقيها توا. وحديثه في ليلة القدر فتلاحى رجلان يعني تنازعا دو كسك منازعين بو مناقشين بو هما كعب بن مالك وعبد الله ابن أبي حدرد كعب كري مالك عبد الله كري أبي حدرد قاله ابن دحية. وهروها وحديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتتلتا الحديث امرأتين
اسم الضاربة أويك لأبي داوى أم عفيف بنت مسروح، وذات الجنين أويك لدرا وحامل بو مليكة بنت عويمر وقيل عويم. وحديث إن عبادة بن الصامت وهو أحد النقباء ليلة العقبة الحديثة، إيك كلا نقباء للشوي عقبة ذاك بيعة داو في غمبة صلى الله عليه وسلم، وليلك فائديك باقي أوانتك لنقباء بوم باسيانك. طبعا نقيبش كسك كا سروشي مجموعي خلق بيت ريك خرو بريو برو هل سرين ملي أوان بيت بيت النقيب. بقية النقباء أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبد الله بن رواحة والبراء بن معرور وأبو الهيثم بن تيهان وأسيد بن حضير وعبد الله بن عمرو بن حرام ورافع بن مالك. وهروها وحديث أم زرع بطوله، حديث أم زرع شكيك لو حديث ثانيك شيتيايا مبهمات تيايا. حديث أم زرع لابو خالد هاتوا ليرا دو سيكتب من هي دو كتب سيكتب من هي لسال حديث أم زرع زور بالتفصيل وشرحي شي زوري بقوتي كان. كتبي عالميكم لا بو زور كتبي شي بقوت بو استر أم زرع فالحال ليلة هيا دو كتابا زور بقوة ومو حديثك طرق ثاني وأنجا لقسل سر بندكاني وبدل سيك زور بقوة حسن القرع أو أي شيء شانا أي كتريش مان هيا عفوا ما حسن القرع على حديث أمي زرع تأليف العلامة المحدث الشيخ أحمد بن عبد الغني التميمي الخليلي المتوفى بعد سنة 1202. أما شرحك حقيقة زور بقوتي كذوا يعني زور شيء أدبي وفوائدي زور لغوي وزور نايابي لدينا وتبي تريش ما نيلة علماء قديم هذا السري ناسب كأنه حافظ ابن حجر كتبي شيء هي ليلة هيك يعني كل حفاظ السري نعم في وسناك بلا مهربة بوي أغاتا ليبا شكرا فوائدي زوري خوشي خوشي عجيب تيا هم لروي أدبي هم لروي أحكام هم لروي آداب وأمانة أنجا مبهماتش الأولى والتاسعة بالمساء أفرتي يكم نويم باز نكرا ومكين لم يسميا. والثانية عمرة بنت عمرو، والثالثة حبة بنت كعب، والرابعة مهدة بنت أبي هرومة، والخامسة كبشة، والسادسة هند، والسابعة حبة بنت علقمة، والثامنة بنت دوس بن عبد. ويروى أسماء بنت عبد، والعاشرة كبشة بنت الألقم، والحادية عشرة أم زرع بنت أكيمل ابن ساعدة وقيل عاتكة. بل حضنا وكان هنا طالما أوثان لبيرنا شيء يعني سلف هندي جارنا وزرور نبوة بتعبد أجر ذمك بو مبهمك بيت ذكري أنك دوا شاديانة ونا وكان شادوته ونهات ونا ونا يعني فائدة شبيه ونبس لعبي ذكري أنك دوا. الثاني الابن والبنت والأخت والأخت والأخ والأخت والابنان والأخوان وابن الأخ وابن الأخت كما جوري دواء ملا مبهمات لدواي رجل امرأة أنا كحديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر وهي زينب في غسل بنتي كاملة شكاني في غنبري صلى الله عليه وسلم تحديد يأكل وهي زينب رضي الله عنها زوجتي أبي العاص ابن الربيع ابن اللتبية ابن اللتبية بس كون لم بطيك هنا بتي لتب الذي استعمله يعني جعله عاملا ومسؤولا يعني على الصدقة
فقال هسه كلمي مسؤول من لقال أوامك صحيح نيا مسؤول أمير عامل صحيحة، أما مسؤول اسم مفعول صحيح نيا الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فقال هذا لكم وهذا لي، شن كهند يشتدى وما حقوق أو بوقتا أو خلق بهدي دابتي بمن عادة الإنسان أجر كار بدس بموظبة بقول شوين يك هدايا ورشوش تي في أدري رأوا عندها فين بو دولة أو شو عندها فين بخم، وهذا لي اسمه عبد الله كما في صحيح البخاري. وهذه النسبة إلى بني اللت بن بإسكان التاء الفوقي وضم اللام بطن من الأزد، وقيل فيه ابن الأتبية بهمزة ولا يصح هو صحيح لي وكو عليه. وهروها ابن أم مكتوم تكرر في الأحاديث لا حديث زوجها توا اسمه عبد الله ابن زائدة، يعني عبد الله كري زائدة اسمه عبد الله بن زائدة، قاله قتادة ورجحه البخاري وابن حبان، أما ترجيحاتي بخاري وابن حبان بلان، وقيل عمرو ابن أم مكتوم تكرر في الأحاديث اسمه عبد الله بن زائدة قاله قتادة ورجحه البخاري وابن حبان، وقيل عمرو بن قيس حكاه ابن عبد البر عن الجمهور ذولين علماء منهم الزهري وابن إسحاق وموسى بن عقبة والزبير بن بكار وأحمد بن حنبل، ورجحه ابن عساكر والمزي وجعل زائدة جده، زائدة جده يعني عمرو بن قيس بن زائدة ابن زائدة، وقيل غيره تندين اشتتليش بتلاوة، فقيل عبد الله بن شريح بن قيس ابن زائدة، واختاره ابن أبي حاتم، وحكاه عن ابن المديني والحسين بن واقد، وقيل عبد الله بن عمرو بن شريح بن قيس بن زائدة، وقيل عبد الله بن الأصم، قال ابن حبان وكان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وأمه كانت أو ابن أم مكتوم، أم مكتوم نايشة عاتكة واسمها عاتكة. ومن ذلك هلوها لو مسألة حديث أن عمر رأى حلة سيراء بكسر سينك بفتحي ياء سيراء يعني هل حينيك هل شاكتك يعني جليشي السلوى حديدي تيكل كلابي أو بيوت السيراء يعني المضلعة بالحرير، المضلعة يعني المخلوط بالحرير. أن عمر رأى حلة سيراء تحريرك أبين لا فاشو قطنك زوتر نبي وحاشي كان يقل حديد بي درسته حتى بو بيعيش طالما قال علماء تحديدك الله يقل شوافا جزياتر بو درسنيا أخا فقها قصيزو لسلكا بار حال سلقول وأمانة وحاشية عندك خطوطي حريري شتابي هل درسته. أن عمر رأى حلة سيراء الحديث، وفيه فكساها عمر أخا له مشركا بمك كاتك على السيراء ديالة أم حلة يتشبوا يعني حريري زور تربوا لا قطني بيوتمن المضلعة يعني حريرها أكثر نك حاشبت أجل كاتك أوها بينيد حديدي زوت رياخ حديدي خالصة أو كاتبه في أوان برزنية في غبري خاص الله عليه وسلم دعوتي عمر، عمر إيش دعوتي براي شبه هدية عمر بلقيه لسر أويك شتي بوخد حرام بوكسي كتير لمشتكو كافر أكريت بتعبد للباسة، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة يعني كابو هدية لمشتك ولا يجيب ومشركش أدري أقول لسر حسابي دين نبذ يعني اشتكي اعتيادي بلا دنيا وتعاون نبذ لسر إثم عدوان وأوان نبذ بتعبد أقول خصميش بي برابي أوان نبذ واشتكي شك حرام بو مجني اشتكي حرام بو خودي تلبسو تاني بيدري
بتعمل لك لباس بو كسك ثلاث وانين لبريكا عند بعضهم لبخاري شو مانوت ونيا بس ما كده ما بو هر كسك بو مشتك دون زبير ها نا جلك أبي خوي جلك أبي خوي مثلا سجلك بعفرتان بدي لبري كان لو دوش حرامي في بكن بجلك حرام بكريت ما به سبب مجلي شيء روتي في هذا إلى بريكا بوه حرام كبكات نابت هسا كابو حرير حرير لبرأ هو حرام نية كجست درقة حرير لبرأ هو حرام نية حرير بو مسلمان حرام بو مسلماني بياو كابو كافر قال لبريكا لدش دريشا بو حرام ناك فرق بين أوشتا أو خوي وسيلة بو حرام واضحة بول من أجر عادة شيء موسيقى بدي ب بتو حرامة بدي بكافري كيش بويش الحرامة تيجي شو أنا نادر بلا ما مك عادة هيك خوي بو خوي حرام نية بو مسلمان حرامة ده بديك حرير أجر أهو هابو أو كاتد رستا كابو أو تفاصيل أنا تيجي ولا كات خوي بس ما كله بس كان هو أخوه لأمه قال أخا له عثمان بن حكيم ابن أمية السلمي قاله ابن بشكوار وحديث ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت حذيفة في التحلي بالفضة يعني حليب كارينان بالفضة عن امرأته عن أخت حذيفة قال هي فاطمة وقيل خولة وحديث عقبة ابن عامر قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي الحديث هي أم حبان بالكسر والموحدة بنت عامر ذكره ابن ماكولة وحديث اليهود فأسلم منهم ابن سعية يعني هردوا كركي سعية أحدهما ثعلبة والآخر أسد أو أسيد أو أسيد أقوال وحديث قول أبي بكر لعائشة كابو دوانا كركاني سعية ابن سعية نك سعية سعية ثعلبة والآخر أسد أو أسيد أو أسيد وهردوشا وحديث وهروها لا حديث تدا قول أبي بكر لعائشة إنما هما أخواك وأختاك هو هادو كان برايتون يان براو خشكتون هم عبد الرحمن هما أخواك وأختاك آه هادو كان براتن ودوانيان براتن ودوانيان خشكتن عبد الرحمن ومحمد وأسماء أم كلثوم وحديث جاءت أم كلثوم بنت عقبة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مسلمة فجاء أخواها يطلبانها أخواها يعني أخوا أم كلثوم جاءت مسلمة يعني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة يعني في صلح حديبية فجاء أخواها يطلبانها هاتون بدوايا بويبي يرنوا هما عمارة والوليد بن عقبة قاله ابن هشام وغيره وحديث هل في البيت إلا قرشي قالوا غير ابن أختنا الحديث هو النعمان بن مقرن الثالث قسم السيم لا مبهمات العم والعمة مام وميمك يعني خشكي باوك قال ابن الصلاح ونحوهما أي كالخال والخالة يعني خالو براي دايك وخشكي دايك خالة والأب والأم والجدة والجد والجدة وابن أو بنت العم أو والعمة والخال والخالة هذه كلوانا من ذلك أنشاء كرافع ابن خديج عن عمه في النهي عن المخاضرة مخاضرة لا باب مزارعة جولك إلى مزارعة أو يا زويك بكسك بدي وأم زويت في هذا بلام أليرتها أبي
كوشانت أمي بومن خم شانسم خم بختي خم بلا أي بو خد أو نابت أبين لهر همويا يان با مزارعة يان با إيجار بيديته يان لبرخوا يان لبرخوا بيدري يان أو تبا إيجار بيدري يان أو تبا مزارعة بيدري با دوكتو سيكوت. هو ظهير عن رافع بن خديج عن عمه هو ظهير بن هو ظهير بضم الظاء المعجمة ابن رافع بن علي وقيل أسيد ابن ظهير بن الحارث زياد بن علاقة بكسر علاقة عن عمه مرفوعا اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق الحديث رواه الترمذي عن عمه عمكي نابيتشي قطبة هو قطبة بن مالك الثعلبي كما في صحيح مسلم في حديث آخر ومن ذلك عمة جابر بوري كشكي باوكي التي بكت أباه لما قتل يوم أحد كما في الصحيح هي فاطمة بنت عمرو بن حرام وقعت مسماتا في مسند الطيالسي لما مسند الطيالسي أتوا بناو وقيل هند قاله الواقدي ومن ذلك حديث ابن عباس أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا بفتح سينك وسكني ميمك وأقطا فكسر قافك وأضبا جمعي ضب ضب يتأضبب أضبب دعي إدغام فيه يتأضب سمنا وأقطا وأضبا جمعي ضب يعني شيء بزن مجاك ضب فرقي لقوم ضب عبكا وديابا ضب كمتيارا أهدد إلى خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا أقط يعني شيء كشك يا كشكك فرق شيء كشك وكشكك كشك كشكك وابزانم كشكك شلا أو شليا كشكش وشكا وبوكي الرقب وكيا أو عندك فرق كان ليرا بس خوي أقط أو يك وشكا وبو قيل اسمها هزيلة وقيل حفيدة بنت الحارث وتكنى أم حفيد وقيل أم عتيق وهل وهات شي هنا وحديث أبي هريرة كنت أدعو أمي إلى الإسلام الحديث ما بداي شي أميمة بنت صبيح اسمها أميمة بنت صبيح ابن الحارث بن داوس قاله ابن قتيبة وحديث أن كردم بن سفيان قال يا رسول الله خرجت أنا وابن عم لي في الجاهلية ها حديث أن كردمة لحاشي كششم الله في زاي وضاء وحاء وحاء ابن كردم يعني وفي دال وهاء أم والمثبت من مصدر التخريج يعني وإذا ما نوى وصح وحديث أن كردمة ابن سفيان قال يا رسول الله خرجت أنا وابن عم لي في الجاهلية فحفي فقال من يعطيني نعلا أنكحه ابنتي الحديث يعني ديارة نعل اشتكاني فينا ما وتويتيك نعل في أداب تدك شكمية أدمية طبعا ديارة في الجاهلية بو الله خرجت أنا وابن عم لي في الجاهلية وازل برا قال الخطيب ابن عمه طارق بن المرقع وحديث نافع تزوج ابن عمر بنت خاله عثمان ابن عثمان ابن مضعون ابن عمر تزوج بنت خاله عثمان بن مضعون فقالت أمها بنتي تكره ذلك
بنتي تكره ذلك. بنت خالهنا زينب، اسم بنت خاله زينب، وأمها خولة بنت حكيم، وأمها خولة بنت حكيم ابن أمية. الرابع الزوج والزوجة، جوري شارم باسي ميردو يعني خزان، الزوج والزوجة. والعبد وأم الولد، زوج سبيعة الأسلمية التي ولدت بعد وفاته بليال، الحديث في الصحيحين، زوج سبيعة الأسلمية التي ولدت بعد وفاته بليال، فمشي وهاتوالي، هو سعد بن خولة. كابو الزوجة كان يمشي سعد. زوج بروع، بروع بنت واشق بالفتح، بروع بالفتح للباء عند أهل اللغة، وعند المحدثين بالكسر بروع. هو هلال بن مرة الأشجعي، ومثل ابن الصلاح للزوجة بزوجة عبد الرحمن بن الزبير، ابن صلاح بن منيب شيهنا وتوابا خزاني عبد الرحمن بن الزبير، التي كانت تحت دفاع القرظي فطلقها. كلمي تحت زوجة القرآن يا للسنة، وكان تحتهما أو آية لنا بزوجة، وكانت تحت عبدين من عباد، وكانت تحت عبدين من عبادنا. تحت عندك تحتهما حسا، يعني تحت إمرتهما، يعني إشارة إلى القوامية، يعني تحت إمرتهما، يعني زوجة، يعني زوجتان لهما، لك تحتهما حسا لو شوى، يعني تحت إمرتهما. لذا هذا شيء الله تحت رفاعة، التي كانت تحت رفاعة، يعني مكناية عن كونها زوجة لرفاعة، تحت رفاعة القرظي فطلقها. اسمها تميمة بنت وهب، وقيل التميمة بضم التاء، وقيل السهيمة. أما أبو الزوجة وأبو الزوجيش، أما أم الولد أو كنيزكية كأدريد با أو كسانيكا بجدالي للجهاد دا كان يعفين أدريد لفياوان دوي أوي كهر هشتان أزاد نكراون من داليان أبي هرب من دالك كأبيت أبناء أم الولد بلام أجر أزاد كران أو أبناء حرة أجر أزاد يجنا كران مي بياو كان مرد أبناء حرة يكسر ها بلى أو كاتا يعني بمرحلة نقل من أم الولد أو يا حديث ومثال أم الولد حديث أم ولد أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، أنها سألت أم سلمة فقالت إني أطيل ذيلي وأمشي. الحديث هم كيا حميدة ذكره النسائي، أم ولد لإبراهيم هي حميدة ذكره النسائي. ومثال عبدي حديث جابر أن عبدا لحاطب قال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار اسمه سعد، حاطب كري أبي بلتعة، أن عبدا لحاطب تتي لا يدخلن حاطب النار بوشي لبدا وايشي كي كدو ايشي كي قوريا تجسسي كدو وصل مسلمان انا وصل پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو مشركين وبو كفار بلان لبدا اهل بدرا مكفراتي هيا يعني بوشي ونيا. تنبيه المفهوم من السياق ما لم يصرح باسمه مبهم،
يعني قصيك لسر كسي يعني توا أزاني مبستكيها هو شهر مبهم. من المبهم ما لم يصرح بذكره بل يكون مفهوما من سياق الكلام، كقول البخاري وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، فالمقول له ذلك مطوي. تنازني شيئا اجلس يعني أنت أقر للسياق كابون منا بو بلنا أقر لبيش رب الله شوين دل ولا فلان كسا أو أما ما كد وعي، فقال مثلا فلان معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة كابو أو كل السياق بدلك إيش مبهمة، فالمقول له ذلك مطوي وهو الأسود ابن هلال. النوع 60 جولي شستم لجوركاني علومي حديث فنوني حديث. التواريخ والوفيات أما إن شاء الله سلاحة تلكين دعوة ها بره هنا بخير بله